الله الكافي سبحانه وتعالى الكافي. امتى سابك؟ امتى تخلى عنك؟ امتى اعرض عنك؟ القضية فيك انت مش عند ربنا سبحانه وتعالى. خايف ليه؟ خايف ليه وربنا الرحيم؟ خايف ليه وربنا كان بيرزقك في بطن امك ليه؟ عشان انت بتطيع تيجي تقول لواحد ادع ربنا يقولك يا عم انا ذنوبي كتير. ذنوبك وربنا بيديك عشان انت كويس. ربنا بيديك لانه الرحيم. كان بيديك وانت في بطن امك ليه غير لانه الرحيم؟ عشان كده سيدنا ايوب وهو في عز المرض الرهيب اولاده كلهم ماتوا وارضه كلها اتحرقت وجسمه كله دب فيه المرض واصيب بالشلل وبيتسند عشان يدخل الخلاء يقول مسني الضر وانت ارحم الراحمين. ازاي ازاي يقول كلمه زي دي هنا؟ سيدنا محمد واقف في غزوه احد، صحابته اتقتلوا، جثث الصحابه حواليه، والباقي فروا ناحيه المدينه وفي الناحيه الثانيه من جبل احد، والمشركين هاجمين عليه عليه الصلاه والسلام، وطلحه بن عبيد الله ايديه صوابعها تتقطع، يقول حس يتالم، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكه. الكلمه دي لو كانت خرجت من النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه بدر كنا فهمناها، احنا منتصرين والرفعه قاعده تتزايد لينا. انما يا رسول الله هي فين الرفعه دي؟ لرفعتك الملائكه فين؟ هما فين الملائكه اصلا؟ ده احنا جيش مهزوم وجزء منه فر وجزء اتقتل وانت مهجوم عليك من المشركين ما فيش حد يرد عنك السيوف بتاعتهم. لرفعتك ايه وملائكه ايه؟ هو فين الكلام ده؟ هو ليه يا جماعه كلمات الثقه الرهيبه في رحمة ربنا بتخرج في اللحظات السوداء دي؟ لانهم ياما شافهم. ما هو اللي ياما شاف وياما عامل وياما تعامل مع الله بالنسبة له مهما تعرض لأزمات هو هادي. ازاي يا عم ده انت المفروض اللي مكانك يتجنن او يروح مستشفى امراض نفسية. الثلاثة اللي اتفل عليهم الصخرة ميتين ميتين، القصة منتهية، هي قصة بتاعتهم بس. هو هيموتوا ازاي؟ هم هيموتوا من الجوع ولا هيموتوا من العطش ولا هيموتوا من الاختناق ولا هيموتوا ازاي؟ هي دي القصه اللي ممكن تشغل حد في مكانهم. ولكن هم ما كانوش مشغولين بده، هم كانوا مشغولين انه لن ينجيكم مما انتم فيه الا الله. هو ازاي يقولوا كلمه زي دي هنا؟ دي كلمه واحد ياما شاف ياما عامل ربنا ياما شاف رحمات، فواثق ومتاكد وموقن ان ربنا يقدر ينجيه من اللي هو فيه. هي ديت ان في انسان ياما عامل ربنا فعافى تلاقيه في وسط المخاطر هادي، في وسط المخاوف مطمن ليه؟ ربنا مش هيسيبني. هو امتى كان سابني؟ ابأس انسان اللي ما عندوش تجارب في معامله ربنا تخليه متاكد ان رحمه ربنا هتنزل، ده ابأس انسان فينا دلوقتي اللي مش ماسك في ايديه 50-60 مره توجه الى الله وتوسل الى الله ووقف على باب الله فربنا فرج كربه، فهو فاهم ان الابتلاء ده ما هو الا ربنا بيرجعني اليه، او انا لبخت شويه فربنا بيقومني عشان ارجع، او ربنا بيجدد لي الايمان في قلبي عشان لما اتوجه اليه يفرجها، او ربنا يريد ان يسمع صوت توسلي ورجائي وتعلقي وتلهفي على بابه. انما الموضوع ماضي، القصه خلصانه. ازاي تخاف؟ خايف ليه وربك المانع؟ المانع لما حرم على موسى المراضع، لولا حرم على موسى المراضع كان موسى هلك اصلا، يعني ما كانش رجع لامه، ما كانش رجع لاحن قلب اليه في الدنيا. ففي المنظر اللي من بره الموضوع صعب، ولكن الموضوع في بطنه منحه جباره، فكل محنه في داخلها منحه. يعني انا جايب لك تورتايه من افخم محل حلويات في البلد واغلى مكسرات واغلى حاجات، ولكن انا حاططها لك في علبه سوداء او في علبه رمادي فانت تشوفها تتجهز. حبيبي مش معايا انا لما اديك حاجه في علبه سوداء ما تتجعلش مني، ده انا ياما اديتك مليار تورتايه قبل كده، ده انا ما بجيبلكش غير يا تورته يا شوكولاته يا مكسرات يا فواكه. هو انا امتى عملت فيك حاجه وحشه؟ هو انا امتى اديتك حاجه وحشه؟ ده انت عشت 9 شهور في بطن الام، ربنا اداك كل يوم كان بيديك 500 جزء من جسمك، 500 جزء كان بيديك في كل ثانيه 250 مليون خليه عصبيه في جهازك العصبي، اداك كبد وكلى وكل قاعد يدي 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 يدي، ومن يوم ما اتولدت وانت قاعد تاخد. امتى كان عمل فيك حاجه وحشه عشان تيجي النهارده تسيء الظن برحمته؟ خايف ليه؟ خايف ليه وربنا الرحيم؟